محمد امزيان في الثانيه. الاستاذ محمد امزيان في الثانيه هو اول ماذا كان افتقروا جمعيه اباء التلاميذ، كان افتقروا جمعيه اباء التلاميذ مما كيجعلنا بعدا هو مدير. يعني شنقول لك، يعني كاين واحد كيعمل اللي بغى، المعلمين كيعملوا اللي بغى. الان بعدا عندنا واحد المشكل هو بان ثلاثه ديال الاساتذه باقي ما كاينش، الاساتذه ديال السادس والاساتذه وواحد الاستاذ ديال الثالث. ملي كنجيو لهنا كنتفاجئوا بحاجه واحده، بان كاين نقص غير جوج الاساتذه. هاد جوج الاساتذه اللي كاينين، يعني واحده صيفطوها ما بغاتش تلتاحها، كنتفاجئوا بان المدير ما كيكتبش الارساليه للنيابه باش يقول بان السيده ما التحقتش. لحد الان ما عرفناش بعدا المشكل ديال الاستاذه الثالثه، واش ما كايناش، واش المدير غادي عليها، واش كاين شي مشكل اخر. دابا ما نهضروش، دابا حنا المشاكل اللي كنهضروا كمشاكل بان بعد الاساتذه ما كاينش. اما واش بالنسبه للمشكل هذا غير انتم في الثانيه ولا لا في طنجه كامله؟ المهم شوف اخي، انا كنهضر معك انا على مشكل، شوف انا حنا كنهضروا معك على مشكل اللي عايشينه ماشي اللي كنسمعوا عليه. حنا جينا هي ما شفنا بزاف الحاجات، شفنا هذا المشكل هذا في طنجه كامله عند ديال الاساتذه. اما من الناحيه ديال الغياب ومسائل، دابا هذيك باقي ما تطرقناهاش. حنايا كنطرقوا مثلا غير على الدخله ديال المدرسه. وكنزيد لك واحد الحاجه، بان الاساتذه حتى اللي دخلوا تقريبا في السيمانه اللي فاتت قبل من العيد، تقريبا جوج الاساتذه او ثلاثه عندهم شواهد طبيه، فيهم خمس ايام ربي. وهما عاد بداوا القرايه. اذا عملوا معكم شي حلول ولا؟ دابا الحل اللي عملوا معنا هو بان عيطوا للمدير وسقساوه على جوج بان صيفطوا له شي واحد ما التحقش وما صيفطش الاساليه بانه ما التحقش. وعندهم واحد المشكل، وقال لك بان ناقصين 91 معلم في طنجه كامله. اليوم مع 12 ان شاء الله السيد النايب مع رئيس المبادره المبادره البشريه، قال لك بان غادي يجبروا واحد الحل من هنايا كاع نهار ولا يومين. هضروا مع المدير قالوا له يحاول بعد التلاميذ ديال السادس يفرقوهم على الاكلاس على كلوسه باش ما يضيعوش التلاميذ. شحال غتكون الزحمه في القسم؟ يعني يقدر يكون حتى ل 50 56 جبرت. هذا مشكل. دابا جبرتينا، المهم غننتظروا هذا اليومين، غننتظروا ان شاء الله هذا اليومين هذه، ومن بعد غادي نشوفوا ردود الافعال. ردود الافعال شنو من ناحيه ديال المحفظات ومن ناحيه ديال تفتح المدرسه. الله اعلم ليش توصلوا به، ما توصلوش به جميع التلاميذ، توصلوا به التلاميذ ديال التحضيري، التلاميذ الثاني ما توصلوش الا بالقليل من الكتب. كاين بعض الموالط اللي ما توصلوش بها، ما عرفناش بالضبط شحال الموالط تعطى، وما عرفناش بالضبط لمن كيتعطى، وما كيعرفناش الحالات لمن كيتعطى. يعني كاين واحد الغموض كبير. لا ما عندناش الكارت الاساسي، حنا قبل الناس ما عندناش الكارت نقرا. علي الصوت ديالك. ما عندناش الاساسي نقرا، ما عندناش. شنو الحومات هما؟ حومات الكوبا السايدين، حومات السايدين، مبلوعة الفن. زين شوف. انا عارف كيفاش عندنا شي حومات. واحد واحد.